أنا حمزة صدور من محافظة إدلب. أنا طالبة جلانة شحود من محافظة حمص. أحمد بواب من محافظة حمص. طالبة ملاك ياسر الشاهر من محافظة دير الزور، مقيمة في محافظة الحسكة. أنا تالدي من محافظة اللاذقية. أنا أحمد رامي رحمة من محافظة حلب. أنا تسليم حسين إبراهيم من محافظة اللاذقية. عضو الفريق الوطني للأولمبياد العلمي للرياضيات، هاي السنة الثالثة بالمشاركة بالأولمبياد، والسنة الماضية الحمد لله كان لي الشرف أني مثل سوريا بالأولمبياد العلمي للرياضيات بهونغ كونغ، والحمد لله كمان حصلت شهادة تقدير عالمية. هلا بالنسبة لمشاركتنا بالأولمبياد، هي مو مجرد مشاركة بمسابقة علمية، هي مشاركتنا هي إثبات إنه سوريا موجودة، إنه نحن رغم على كل شيء عم يصير معنا ورغم الحرب اللي عم نعيشها، نحن عندنا شباب قادر إنه يبني سوريا، شباب قادر إنه يبنيها بالعلم مو بالسلاح. مشارك مادة الكيمياء بالأولمبياد. هلا شاركت في الأولمبياد لأنه هو مجال إنه بيسمح لي إني أتميز وإني أتفوق بهالمادة اللي أنا بحبها. حبيت اليوم شارك في الأولمبياد لحتى أرفع اسمي للعالم، إن شاء الله أوصل أعلى وأرفع اسم كل سوريا، ولأنه رح نثبت للعالم إنه هن اللي عم يتحدونا بسلاحهم ونحن عم نتحداهم بسلاح. نحن حاملين سلاح العلم، رح نضل نحاربون فيه لحتى يطلعوا من كل أرض لسوريا إن شاء الله. شاركت صار لي 3 سنين عم بشارك، شاركت عالميا وآسيويا. هلا الأولمبياد هو غير حياتي بشكل كبير، عملني إنسان منظم أكثر، غير لي طريقة تفكيري، صرت أفكر باجتماعية ووطنية، غير لي كتير مفاهيم بحياتي كنت أفكر أني ما ممكن تغير. حبيت شارك بالأولمبياد بمادة الكيمياء لأنه هي مادة يعني الأكثر شيء كنت حسها تمشي معي. تاني شيء حبيت شارك بالأولمبياد إنه شفت العالم اللي بشاركوا بالأولمبياد فيهم يطوروا مهاراتهم المعرفية. شاركت بالأولمبياد أول شيء لأنه إنه حلو واحد يعرف شو طريقه، حلو يبني مستقبل بلده. أولمبياد هو هاي أول مشاركة، الأولمبياد هو حلم، هو نجاح، هو إصرار، أولمبياد هو كل شيء، يعني كل شيء بحياة أي طالب. هو مجرد إنه الطالب يحب مادة ويبدع فيها، هاي الأولمبياد يعني السوري. أنا بحس إن تجربة الأولمبياد هي تجربة كتير رائعة وحلمنا كل من الطلاب، وأنا أتمنى من الكل إنه يشارك فيها.